إذن مرحبا بمشاهدي الأعزاء، مرحبا بمتتبعي برنامج على المكشوف. على المكشوف الحلقة الخامسة بعد غياب طيلة شهر رمضان المعظم، شهر العبادة والصيام. يستأنف البرنامج بسباق رحال ميموريال 10 كيلومترات الدولية في نسختها الثامنة. نتواجد بقلب الحدث هنا بمكان الانطلاقة وخط الوصول أمام المعلمة التاريخية مسجد الحسن الثاني، الذي سيحتضن النسخة الثامنة لسباق رحال ميموريال 10 كيلومترات الدولية. فبطبيعة الحال هذا السباق اللي كيدخل في إطار فعاليات تحدي رحال بعد الدار البيضاء مراكش وأكادير، في حين أن سباق ميموريال رحال يعتبر المحطة الأولى لشالونج رحال الذي يتألف من ثلاث سباقات: سباق 10 كيلومترات رحال ميموريال 10 كيلومترات الدولية، فضلا عن سباق 20 كيلومتر بمدينة مراكش ويوم 29 من شتنبر القادم ويوم 22 دجنبر القادم الدورة السابعة للماراثون الأخضر بمدينة أكادير. نعود دائما للحديث على رحال ميموريال 10 كيلومترات الدولية، والتي ستعرف مشاركة وزنة ورقم سيتعرف رقم قياسي في المشاركة نظرا لاشتياق كل هواة الجري والمحترفين بهذا السباق، السباق الذي أخذ الصبغة الدولية منذ النسخة الأولى. سنمر من خلال استعدادات الجارية هذا اليوم استعدادات لاستقبال ولاستقبال كل الأبطال، وكذلك استعدادات من أسئلة اللوجستيكية والتنظيمية، وسنستضيف بعض الفعاليات التي تسهر من خلال اللجنة المنظمة لهذا السباق الدولي الذي بلغ ذروته من خلال الدورة الأولى. كانت بالنسبة للدورة اللي كانت مشاركة ديال 700 مشارك ومشاركة، وبلغ العدد أزيد من 4000 مشارك ومشاركة. فما يتوخى المنظمين هو أن تكون مشاركة مكثفة رغم تزامنه مع عطلة عيد الفطر، ولكن هناك رغبة من المشاركين والمشاركات وخاصة الهواة والمحترفين. يعتبر يوم الأحد هو يوم نهاية عطلة عيد الفطر. إذن غادي نمشيو نشوفوا الاستعدادات الجارية بالنسبة لهذا السباق في نسخته الثامنة. عواشر مباركة لكل المشاهدين وكل هواة ألعاب القوى والسباقات على الطريق. سيبتدئ الموسم الرياضي الجديد لسباقات على الطريق يوم غد إن شاء الله بسباق رحال ميموريال الدورة الثامنة. يعني كنقولوا غادي ندخلوا لسباقات على الطريق من الباب الكبير، بداية بمدينة الدار البيضاء، وستعرف عدة سباقات في كل مناطق المملكة المغربية. ستعرف مشاركة قوية يوم غد إن شاء الله من المدرسة الكينية، هناك أعداء كينيين بمستوى عالمي ورأسهم كاندي تنتظر منه الكثير، ولما لا تحطيم رقم قياسي مرة واحدة أخرى. وأيضا عند السيدات هناك مشاركة قوية للبطلات الكينيات، وأنا شخصيا سأفتخر بحضور البطل المغربي العباسي، وأيضا كاشير وكل أعداء النخبة الوطنية المغربية. السباق ديال الرحال شاركت فيه كنذكر في 2016، وكان بمزايا ومفتاح ديال الخير. يعني كنا شاركت فيه، كنت حطمت يعني فيه الرقم القياسي ديالي في 10 كيلومتر، تجري 28 دقيقة و20 ثانية.
يعني ما يمكنش انا ما نشاركش السباق ديال الرحال ولو تكون مشاركه حتى رمزيه نظرا لان الحاج رحال ومجموعه ديالو الخدمات اللي كيقدموها للسباقات على الطريق والتنميه ديال السباقات على الطريق والتنميه الرياضيه بصفه عامه ممكن الا يشارك بها. ثاني حاجه السباق ديال الرحال عنده واحد صبغه دوليه، هو سباق يعني رياضي سياحي اللي يمكن تسرى فيه في مدينه جميله مدينه ديال الدار البيضاء، ونتمنى ان شاء الله نبي في بدايه الاستعدادات ديالي نتمكن من حق نتيجه ايجابيه اللي ان شاء الله تعطينا واحد الطاقه وواحد القدره باش نستعدوا باذن الله لبطولات العالم المقبله في الدوحه. السلام عليكم، شكرا على الاستضافه. بالنسبه للميموريال 10 كيلومتر ديال الدار البيضاء طبعا هو في النسخه الثامنه ديالو، الى حدود النسخه السادسه كان هناك مطاف، كاين تغيير طفيف جدا فيما يخص المطاف ما بين الدوره 7 والدوره 6، والان الدوره 8 هي شبيهه بالدوره 7. اللهم فيما يخص البدايه والنهايه اي الديبار والاريفي هما اللي تغيروا، اما المطاف هو نفس المطاف طبعا. البدايه والنهايه تغيرت من جهه المدار اللي هو في طريق المارينا الى امام المعرض الدولي في هذه الساحه الكبيره اللي هي في امام المعرض الدولي، نظرا لان المنظمين كانوا كيلقاو بعض المشاكل فيما يخص استعدادات البدايه. كما كتعرفوا ان البدايه والنهايه كتطلب واحد العدد ديال الاستعدادات، وضع واحد العدد ديال المسائل. الان في هذه الساحه هذه كيمكن لهم يشتغلوا ابتداء من يوم الاربعاء او يوم الخميس باش يستعدوا للبدايه والنهايه. هذا هو التغيير الطفيف اللي كاين. وطبعا الان وصلنا للدوره الثامنه، هي من السباقات اللي تبتات الوجود ديالها في المغرب، وكل سنه كتنظم بدون انقطاع، وكيجيو لها اجود العدائين وكيشاركوا فيها واحد العدد كبير ديال الهوات من هوات الجري من الدار البيضاء، وهذا طبعا يثلج الصدر فيما يخص هذا السباق هذا. كنوعدوا الساكنه ديال الدار البيضاء والساكنه ديال المغرب ان ميموريال الرحال غدا ان شاء الله 8 انطلاقه مع الساعه 9 غادي يكون سباق ناجح ب 100% وتكون المتعه. نعود دائما للحديث على رحال ميموريال 10 كيلومترات الدوليه والتي ستعرف مشاركه وازنه ورقم سيتعرف رقم قياسي في المشاركة نظرا لاشتياق كل هواة الجري والمحترفين بهذا السباق، السباق الذي أخذ الصبغة الدولية منذ النسخة الأولى. معنا للحديث عن هذه النسخة الثامنة سنستضيف الحاج عبد الواحد سلمي أرحل مدير الدورة ورئيس الجمعية المغربية للسباقات أو الماراثون التي تنظم هذا السباق. سي الحاج عبد الواحد سلمي رحال، مرحبا بك كضيف من خلال الحلقة الخامسة على المكشوف، على المكشوف البرنامج الرياضي. يمكن تحدثنا على ذاك التحدي ديال الرحال اللي كان بداية كنتوا كتقوموا بالتحدي بالمحطات الثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم. ففعلا سباقات الرحال دخلت لتاريخ السباقات على الطريق والماراثونات في 2010. كان اول سباق في مدينه مراكش ب 10 كيلومترات. الحمد لله دابا 10 سنوات وحنا في المضمار ديال تنظيم سباقات على الطريق وغاديين وكنتعلموا بشويه بشويه. فالحمد لله سباقات الرحال خدات الصبغه الوطنيه والان خدات الصبغه الدوليه، وهذا بفضل الله وفضل المجهودات ديال الجميع السلطات المحليه جنود الخفاء، لان اصبحت عندنا واحد ليكيب اللي كنقولوا اوموجين متماسكه واللي صبح كله كيعرف الدور ديالو، وهادو اللي كيسهلوا لنا الماموريه. كما قلتي فاشي ماشي من السهل تنظيم سباق في المستوى، لان كما كنقول السباقات فهي بحال اي تظاهره،
وخص تنجح من جميع النواحي، خاص انطلاقه تكون جيده، الوصول يكون في جيد، المضمار والسباق يكون في واحد الجو اللي هو جميل، تكون شوارع جميله نظيفه، يكون يوم بدون سياره، يكون الماء موجود في الوقت المناسب. فالحمد لله كاع هذه تحديات اللي حاولنا نتحداوها، والحمد لله الصبغه والسيمه ديال سباقات الرحال ولات معروفه، فاحنا ما احتاجيناش هذه السنه نفرقوا لي فلاير ولا نعلقوا المنشورات، لان الناس براسها كتسول كتقول لك امتى غادي يكون سباق رحال ديال الدار البيضاء، امتى غادي يكون سباق مراكش، امتى غادي يكون ماراثون الاخضر بمدينه اكادير. وبالنسبه للتحولات اللي عرفتها البرمجه ديال سباقات الرحال، فهي كنا مضطرين لان الجامعه كانوا اتصلوا بنا باش خداو التوقيت ديال 21 شهر 4 باش داروا ماراثون ديال اكادير الخضر، فاضطرينا باش نبدلوا التاريخ ديالو. وكان سباقات الرحال هو اول سباق، هو غدا ان شاء الله 9 يونيو، اللي كنتمناو يدوز في واحد الاجواء جميله ان شاء الله. من الوصايا ديال المرحوم هو هاد التظاهرات الرياضيه، المدرسه الرياضيه لكره القدم والسباقات على الطريق، اللي كان استمرار ديال النجاح على المستوى المغربي وعلى مستوى القاري. الحمد لله احنا الوالد الله يرحمه الحاجه اللي دار هو اول حاجه بت فينا الروح ديال الوطنيه، الروح ديال الحب للبلاد، لان كان كيقول لنا قطران بلادي والعسل بلادات الناس، فهذا هو اللي غاديين فيه. حنا كنحبوا المغاربه، كنحبوا المواطنين ديال البلاد ديالنا، كنحبوا كل ما هو يمت بصله لهذا البلد الحبيب، وكنسعى قدر المستطاع ديالنا نساهموا ولو بقليل في ازدهار هذه البلاد. اتجهنا للناحيه الاجتماعيه، الناحيه الجمعويه، من تاسيس مدرسه ونادي لكره القدم اللي هو بالمجان وكيضم اكثر من 1000 طفل. في نفس الوقت هذه 10 سنين اتجهنا للسباقات على الطريق، اللي الحمد لله كما كتشوفوا هذا السباق الان حنا مازال في التسجيل، فاكثر من 60 او 70% اللي هي جمعيات تابعه للمدينه القديمه وتابعه الانفا وتابعه للدار البيضاء، اللي التسجيل ديالهم كان بالمجان. اذا تقريبا سباقات الرحال تقريبا مجانيه، لان الا قلنا 100 درهم بالنسبه اللي كدير على التيشيرت واصل القيمه ديالو 100 درهم زائد التوصال زائد لابيس زائد المسائل التنظيميه. وحاولنا يكون لون وطني، كنعرفوا الاحمر والاخضر كتشوف جميع التزيينات والتجهيزات فهي بالاحمر والاخضر بما التيشيرت، فهو اللون ديال البلاد ديالنا اللي كنحبوه ديما، الاخضر والاحمر. وراء كل رجل امراه، فالمرحومه الله يرحمها الحاجه مجان ما كتفكرش انك تدير واحد ميموريال ديال الحاجه. لا كنحاولوا اي مناسبه نذكروا الوالده الله يرحمها، الدور اللي قامت به مع الوالد الله يرحمه، لان النجاح ديال الوالد والتوفيق ديالو كان من الله سبحانه وتعالى، ثم من الوالده، ثم من العمال اللي كانوا يشتغلوا معاه بواحد المصداقيه، بواحد النزاهه، بواحد التفاني في العمل. فالوالده خصصنا لها هذه السنه واحد التروفي اللي سميناه تروفي مرجان حليمه، واللي غادي يكون الاكبر امراه سنا في هذا السباق. حنا ما عندناش، ولكن غنختاروا اكبر امراه اللي غادي نخصوا لها التروفي ترحما وذكرى على الوالده الله يرحمها، لان هذا هو السباق الثاني اللي كيتنظم بعد الوفاه ديالها الله يرحمها، الله يوصلنا لها مسلمين.